يعني حقيقة أول نقطة أريد أطرحها، في الدول أسوة بالعراق اللي ما يكون عندنا في برلمانها نتيجة الانتخابات حزب أو قائمة فائزة بالأغلبية، تبدأ مرحلة المباحثات، وهذه هي المرحلة الصعبة، وفي حالات نادرة أيضا تستغرق عدة أشهر، ليس كحالة العراق لغاية ترشيح تسمية مرشح نحتاج سنة، أمر كنا نخجل منه حقيقة. نعم. لكن الفترة القادمة يعني هي فترة، لأنه فترة التوافقات بين القوائم والأحزاب المختلفة، فالحاجة إلى وقت للمباحثات ليس بأمر غريب. اللي ما أفهمه هو ليش هذا الاستعجال، يعني نريد نشكل حكومة من أصل 24 وزير أو 25 وزير الوجبة الأولى فقط، يعني نصف زائد واحد، يعني هذا الاستعجال ليش؟ بنفس الوقت هو دليل على ما أيضا تفضل به الأستاذين الشيخ علي وأستاذ علي، أنه أكيد أطراف الإطار التنسيقي الأطراف الشيعية لم تحسم أمرها، ولابد أن يكون هناك وقت، محتاجين لوقت يتباحثون فيما بعض. لكن ست وسام النقطة اللي أهم بالنسبة لي هو لازم ننطلق من ما هو العراق وماذا يحتاج العراق. باختصار والضيفين الكريمين تفضلا وشرحا بشكل مختصر ومفهوم، نحن في دولة لا دولة، ما عندنا سلطة عامة، والسلطة العامة حقيقة هي أساس الدولة. يعني أنت بدولة القائد العام للقوات المسلحة يهدد يقصون اثنين لاثنين، يدوسون حشال الرجل، يدوسون بالقناظر على القائد العام، العسكري يدوسون على 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 الصور، يحاولون قتله، يحاولون قتله وما استطاعوا قتله، سانتقلوا إلى مرحلة أخرى.